السلام عليكم ورحمة الله، بكل الخير يتجدد لكم. أنا معكم نشوى من قناتكم أسرار النبات والبيئة أكتف وومن. النهاردة هنتكلم عن الأسبرين وخواصه وفوائده وأهميته بالنسبة للنبات. بقرص واحد بيحتوي على المكون الساحر وهو حامض أستيل سلسليك. هنغير شكل قوة النبات لأن هذا الحامض اللي بيستخرج من لحاء شجرة الصفصاف بيعتبر مبيد فطري ومقاوم لأمراض النبات والجذور. المادة اللي موجودة في الأسبرين دي بتكون عامل أساسي في تكوين المواد المسؤولة عن مقاومة الإصابات والأمراض قبل حدوثها، وأيضا هتعمل على سرعة ردة فعل عند حدوث الإصابة. فوائد الأسبرين للنبات: يعتبر مبيد فطري ومقاوم لأمراض النبات والجذور. في النقطة دي هيحمي النبات من الأمراض زي المن والبق الدقيقي وحشرة العنكبوت وحفرة الأنفاق وكمان الذبول وتبقع الأوراق. بالنسبة للجذور هيساعدها على مقاومة النماتودة أو أعفان الجذور، وكمان هيحمي التربة من الأعفان اللي ممكن تصاب بيها. وفوائده هنا إن هو هيحفز الجذور على العمل بشكل أفضل، فهتمتص الغذاء من التربة بشكل أكبر، وبيعمل على تقوية النبات ضد التغيرات الفيزيائية، وبيعتبر منظم للنبات لأنه بيعمل على تنظيم نمو المجموع الخضري ونمو المجموع الجذري، وكمان مقوى عام لصحة النبات لأنه عنده القدرة على تحجيم ووقف أي إصابة فطرية أو حشرية في بداية إصابتها أو قبل الإصابة، ونسبة نجاحه بتكون كبيرة. نقطة تانية وهي إن هو هيعمل كمحفز على الإنبات، يعني لو استخدمناه في مرحلة تنبيت البذور هيسرع نموها وفي نفس الوقت هيكون معقم للبذور، فبنضمن نجاح البذور بنسبة كبيرة، وهنشوف النقطة دي بالتفصيل إن شاء الله خلال الفيديو. نفس النقطة برضو هو بيعتبر معقم للعقل، يعني عند تعقيل أي عقلة لضمان نجاحها وعدم إصابتها بأي أمراض فطرية هنضعها في محلول الأسبرين والمية لبضع دقائق. هنيجي لنقطة مهمة وهي إزاي أستخدم الأسبرين مع البذور أو إزاي أستخدمه أو الكمية المناسبة للري. هنا زي ما احنا شايفين تركيز حامض الأستيل سلسليك كان 100 ميلي جرام في الأسبرين المية، في الأسبوسيد مكتوب 75 ميلي جرام، في الريفو مكتوب هنا يحتوي كل قرص على 320 ميلي جرام من حامض أستيل سلسليك. النسبة المتعرف عليها ان انا باخد 6 قراص بمقدار 3 جرام لكل كيلو بذور. طب انا هاخد 6 قراص من الأسبرين اللي هو تركيزه 100، هو 6 قراص واطحنهم واضيفهم للبذور، وزي ما شفنا هما اهميتهم ايه للبذور. اقدر اخد 6 قراص بقى من الاسبوسيد و6 قراص من الريفو؟ لا، دي قناعتي انا، او دي النقطه اللي حبيت اثيرها معاكم، يا ريت في التعليقات نناقشها مع بعض. انا قناعتي او اللي انا بستخدمه دول 6 قراص تمام بنسبه تركيز 100، هنا تركيز 75، فهزود قرص او قرصين بالنسبه للبذور، يبقى هيبقى 8 قراص من الاسبوسيد، هيبقوا 8 قراص من الاسبوسيد كل كيلو من البذور. طب الريفو هاخد 8 ولا هاخد 6؟ لا هاخد 8 ولا 6، انا باخد قرصين لان كل قرص تركيزه 320، يعني الاثنين تركيزهم 640، ما اقدرش اخد 6 ولا 8 لان حاسه النسبه هتبقى كبيره جدا. دي النسبه اللي انا بستخدمها، فلو حد عنده راي تاني او كلام تاني يا ريت يصيروا معانا، لان النقطه دي بالذات ما لقيتش فيها كلام او ما حدش اتكلم عليها، فالنقطه دي مقلقاني. يبقى 6 قراص هندقهم ونضيفهم للبذور. نيجي لنقطه الري، ده بخاخ زي ما احنا شايفين 2 لتر، هستخدم له قرص واحد من الاسبرين تركيز 100، هاخد قرص ونص من الاسبوسيد او قرص، النسبه متقاربه، لكن هاخد نص قرص من الريفو على ال 2 لتر ميه، وقدامي يا اما برشهم على الورق يا اما بروي بيه، هدوبه في ال 2 لتر ميه او بكسرهم وبدوبهم في ال 2 لتر ميه ال 2 سيان. هستخدمه على طول؟ لا، انا هسيبه ساعة ساعة ونص وبعد كده استخدمه للنبات. طب فضل كمية من الاسبرين اقدر احتفظ بيها؟ لا، ما اقدرش احتفظ بيها اكتر من 6 ساعات، يبقى هعمل كمية على قد المزروعات اللي عندي وهستخدمها في خلال 6 ساعات، اكتر من كده ما اعتقدش ان الموضوع هيبقى ليه فايدة. فهي المدة اللي ممكن استخدمه فيها ابتداء من بعد تحضيره بساعة لست ساعات. كده عدى اكتر من ساعة، فهنبدأ نستخدم المحلول. هستخدمه ازاي؟ هستخدمه على النبات بعد ما بيظهر اول ورقتين حقيقيتين، يعني زي ما احنا شايفين كده هنا في ورقه 2 3 4 وفي ورقه ثانيه كده، اول ورقتين بيبقوا في النبات اللي هو اول ما بتنبت البذره فبيطلع ورقتين صغيرين كده، بعد كده بتظهر الاوراق الحقيقيه زي ما احنا شايفين، في هنا 3 وفي هنا 5 هنا 4، دول اسمهم الورقتين حقيقيتين. فهنرش النبات، بسم الله، أو ممكن أروي
كده انا استخدمت الرشه الاولى بعد ظهور الاوراق الحقيقيه، الرشه الثانيه هتبقى بعد 10 ايام من الرشه الاولانيه، والرشه الثالثه هتبقى بعد 10 ايام من الرشه الثانيه. يبقى كده استخدمت الرشه 3 مرات في الشهر خلال 30 يوم. ده بالنسبه للورقيات عمرها تقريبا بيبقى شهر، وبعد كده ببدا احصدها زي الجرجير والبقدونس والشبت والكزبره والحاجات دي، دوره حياتها كلها عباره عن شهر وبعد كده بحصدها. فهكتفي بالرشه الاولانيه وهكتفي بالرشه الثانيه وبعد كده هوقف. ده مش بالنسبه للاسبرين بس، ده بالنسبه لاي حاجه او اي سماد بنستخدمه للنبات. قبل الحصاد باسبوعين لازم تبقى الفتره امنه، ما يكونش فيه اي تاثير للسماد او المواد الكيماويه اللي احنا بنستخدمها مع النباتات. بالنسبه للمزروعات اللي دورت حياتها اكتر من شهرين، تقعد 3 و4 و5 زي مثلا الفلفل او الطماطم، دي دوره حياتهم الفلفل والطماطم مثلا بتمتد ل4 5 6 شهور، فعادي ممكن استخدم مره كل شهر بعد الثلاث مرات الاولانيين. قبل حصاد الثمار باسبوعين ووقف الرش باي حاجه عشان دي تبقى الفتره الامنه للنبات. في نقطه مهمه، ان انا لو النبات بدا في الاسمار اول ما بتظهر الثمار بتاعته بوقف خالص الرش بالاسبرين. وهنلاحظ تاثير رش النبات بالاسبرين في معدل نمو النبات، فهنلاقي النبات بينمو بشكل اكبر واسرع. الاسبرين هيساعد النبات على تحمل الظروف القاسيه زي ارتفاع درجات الحراره الغير طبيعيه. الاسبرين بيساعد على مكافحه الامراض البكتيريه والفطريه والفيروسيه، وبتستمر فعاليته لفتره طويله. ممكن تكفي معاملة واحدة أو اتنين، يعني نرش النبات مرة أو اتنين في بداية عمر النبات، وبكده نقدر نحمي النبات طول فترة حياته. ولو رشينا الأسبرين على النبات فبكده بنساعد النبات على مواجهة الظروف الصعبة لو اتعرض لها، زي إصابة بالحشرات أو الجفاف أو نقص التغذية. ده بيكون عن طريق تقوية جهاز المناعة للنبات، لأن الأسبرين بيستخلص طبيعيا من بعض النباتات زي الصفصف الأبيض وإقليل الجبل. وفي قاعدة عامة ان احنا ما نستخدمش الشيء بإفراط حتى لو كان مستخلص من شيء طبيعي، حتى لا نؤذي نباتاتنا. نقطة أخيرة، وهي لو عايزين نحافظ او نطيل عمر الورود الموجودة عندنا في الفازات، هنضيف للمية اللي موجودة في الفاز شوية أسبرين قليلين جدا، يعني هتبقى حاجة على طرف المعلقة كده، هنضيفها للمية الموجودة في الفازة، وده هيطول عمر النبات او الورود. كمان لو ضفنا الأسبرين للنباتات اللي بنعقلها في المية أو بنعملها زراعة مائية، هيحافظ على عمر النبات وصحته وهيحميه من الأمراض. وإلى هنا ينتهي فيديو اليوم، أتمنى أكون قدمت ولو أفادة. لا تنسوني بدعوة كريمة مثلكم، وتدعوا لوالدي بالرحمة والمغفرة. وإلى أن نلتقي في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله.